في عام 2020 الإعلامي محمد نشأت راح لقناة النهار عشان يعمل برنامج ساخر، اختار له اسم ما وراء البرنامج. محمد نشأت كان عايز يحقق حلم قديم عند جده، ولا انت حسيت البلد اهدف يا جمهور اسكندريه. مش جده اللي كان بيجيب اهداف في اخر ربع ساعه في المنتخب، لا، جد محمد نشأت اللي كان عنده حلم برنامج ما وراء البرنامج. وناضل نشأت لحد ما قدر في القرن الماضي انه يطلع بالبرنامج، بس واجهته صعوبات كتيره قوي. اولها ان ما كانش فيه ترندات يشتغل عليه، لان ما كانش فيه سوشيال ميديا من اساسه، اللي كانت عباره عن شويه دردشه على القهوه بالليل. وعشان جد محمد نشأت يقدم الترندات كان بيتهد حيله من لف على القهوه بالليل هو وفريق العمل علشان يسمعوا الناس بتتكلم فيه. بعد سنين كتير قوي جه الحفيد علشان يكمل المسيرة ويحقق حلم الجد ويطلع بالبرنامج. لكن حفيد محمد نشأت اللي استلم الراية قرر يشتغل بطريقة تانية خالص. عايم في بحر الغد مشى فريق العمل، يا عم امشي بقى اطلع بره بره مغرب، جاب عيال مقطع البطاقه. المشكله ان في خناقه دلوقتي بين الجد وبين الحفيد، بين الماضي والمستقبل، بحثا عن الحقيقه. شاهد على العصر محمد علي خير. ثم ذهب بيربيتش الى الساحل الشمالي حتى يقوم بأجازته الصيفية، حيث أن بيربيتش اللي ودى بيربيتش الساحل. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من ما وراء البرنامج. حقيقة يعني النهاردة عندنا حاجات كتيرة جدا، والجو سخن أصله الحقيقة، وفي ماتشات وفي دوري، يمكن محدش عارف يعني، يمكن يجي ويمكن يروح، سواء قربت الحقيقة. قبل ما نبتدي في الحلقة بس لافت نظري جدا في موضوع الدوري ده الأهلوية. يعني يا جماعة انتوا بقالكم 5 سنين مفيش حاجة سبتوها، مفيش بطولة ما خدتوهاش، كاس مصر خدتوه، دوري 5 سنين خدتوه، بطولة افريقيا والقضية ممكن ومزلولين بيها اللهم صل على النبي، كاس عالم وروحته. طب ايه؟ لا بجد والله ايه؟ يعني مباراة ولا بتاع كده اللي هي بتروح وتيجي دي، فهتموتوا عشان مش هتاخدوا الدوري السنة دي، او يمكن كمان ده ما تأكدش. يعني لو الزمالك سطر ممكن ياخد دوري، امال احنا نعمل ايه؟ بجد والله في حاله كده غريبه، احنا يا جماعه ما بنشوفش اي حاجه خالص، بقالنا كتير وعادي وعايشين وبنروح شغلنا وبنيجي، في حاله يعني عزة على الفيز عشان دوري ممكن يروح في 20 سنه، يعني دوري واحد ممكن يخسروه عادي. يلا يعني ربنا على المفتري الحقيقه في المواضيع دي، لان ما حدش فاهم ازاي احنا عايشين عادي، ما تشلناش، كل حاجة راحت من ايدينا كله، صدقنا يمكن تيجي تزطف كده معانا في حاجة، يعني مش فاهم. بس يلا ربنا على المفتري بقى، هنعمل ايه؟ في فترة من الفترات كانت الغردقة هي مصيف الناس الأغنياء، والله في الوقت اللي كان المصيف يعني كل الناس كلنا يعني يا جمصة يا راس البر يا شط أبو قير، حاجة من التلاتة. وكنا غالبا ليه حد موظف كانوا بيدونا شقق كده، ونروح رايحين بقى ايه، مساكن الكهرباء، مساكن الايواء، اي حاجه، المهم يبقى في مصيف وفي شقه بتحجز لمده اسبوع، تلاقي عمي راح عازم ابويا واخد خالتي وكلنا طالعين على جمصة، او ويجي الاتوبيس بينقلنا كلنا، كان مستنانا قدام الجامع كده وياخدنا ونروح طالعين ايه على جمصة كلنا وننبسط. لا ولاد عمي كلنا عايشين في شقه يعني اوضتين وصاله، ونجري على البحر ونرجع بقى ونتخانق على الحمام ومين هيخش الاول، وهوب يا معلم دخلنا بسرعه في مرحله الساحل الشمالي. واقفه بجد والله، مجتمع غريب قوي يعني. الساحل الشمالي لما بدا كان مجتمع كده، بس ايه ده، هي بقى في مصر بجد والله؟ ايه دي مين دي موجوده في مصر هنا؟ في ناس طبعا بتروح قرى سياحيه ليها اسماء غريبه جدا، يعني الساحل كام تاخد كده الخط بتاعه كده تحس ان مش اسامي قرى سياحيه، اسامي جمعيات خيريه حاجه كده في السكه دي. وناس بتروح عشان بقى تشوف الدلع كله، دلع كله بقى ايش شايف اماكن، اقسم بالله حضرتك لو عديت كده يعني من قدامها احتمال ياخدوا منك ارضيه. في ناس تانية بقى بتبقى مركزه الحقيقه في المايوهات، البيكيني تحديدا، ومين رقصت مع مين، وايش حفله مين، كان مين واقف جنب مين،
هو صحيح صحيح البكيني يستاهل اننا نركز معاه جدا، خاصة بقى لما تلاقي الهاني منشرلك كده صورتها على الفيسبوك وحاطة وردة. ليه بتحطي وردة في الصورة اللي منزلها بالبكيني؟ بتوع البكيني مش عاجبهم البوركيني، وبقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ ايه مش اشكال دي؟ معقولة؟ ايه اشكال البوركيني دول؟ يا خطر ساتر يا رب. بيقاوي سان فانشا باشا، تلاقي كلمتين فرنساوي كده في النص. بتوع البوركيني مش طايقين بتوع البكيني. اه والله يقول لك يلا يا سخرة ولا ادب بلاش نقاحة، احنا مجتمع شرقي جميل ماشي في الحاجات دي، وتبدا المعركة دي شغالة طول الوقت، محدش طايق حد. يا جماعة البحر يا ساع الكل. اه والله، وكل واحد يركز في مايوه، ملوش دعوة بمايوه التاني. او يعني ليه يعني خلاص يعني مش عاجبك المايوه ده، بص يا سيدي للمايوه اللي يريح. احنا ما بنركزش غير مع الغلابة بقى. الست اللي بتاخد جوزها وتطلع بيه على شط بسيط وتبقى عاملة حلة المحشي اللي انتوا بتتريقوا عليها دي، تبقى مكسوفة تنزل طبعا بمايوه، وولادها يبقوا حواليها، والراجل تلاقيه واقف بيصلي على البحر لما الأذان يدن، وتلاقيه مبسوط قوي بالأكلة أو بالوجبة اللي بيجيبها لعياله. بحر مليان بني أدمين كتير جدا وكلهم جنب بعض، ما اعتقدش ان هم يستاهلوا ان احنا نقعد نشير صور ونقعد نقول ونقعد نتريق. خليكوا في الأماكن اللطيفة بتاعت الساحل الشمالي، محدش قال حاجة، لكن في نفس الوقت سيبوا الناس دي تعيش، لأن ضحكة الناس دي أو ابتسامتها أو فرحتها باليوم أو اليومين اللي هم بيقضوه في الحتة دي بتعوض شقة سنة كاملة، سنة كاملة شقيو عشان يجيب له المبلغ الصغير قوي ده اللي يقدر ياخد بيه مراته وعياله عشان يطلعوا بيه مصيف. انت كنت بتصيف زمان وانت صغير؟ ايوه صيفت قبل كده مرة. فين؟ كان جنب مدرستي يعني. لا والله كنت بتروح مصيف بجد والله، وانا مش بهزر والله، كنت بتروح أنا؟ مصيف؟ اه والله كنت بروح، رحت مصيف براس البر. انت ومين بقى؟ انا وامي واخواتي وبتاع، وكنا نفضل نتوه ونجري ونغرق حاجات كتير قوي. لا والله. طب ايه ذكرياتك مع المصيف؟ ذكرياتي مع المصيف؟ ناكل في سندوتشات ونفضل تاني، ونفضل نتكلم معاه يقول انت خلصت السندوتشات كلها ما تروحهمش عشان ما ترجعش، حاجات كده كتير. كنت رحتوا فين؟ راس البر؟ وفايد. كنت فاكر حته اسمها فايد كده. طب انت السنه دي انا شفت لك صور في الساحل، كنت بتعمل ايه؟ السنه دي؟ السنه انا كنت رايح مع مغربي، مغربي قال لي يا عم تعالى انا اوديك هناك، وقعدنا 4 ايام والله العظيم ما بتبيت في اي حته، بتبيت في العربيه. والله بتبيت في العربيه. لا والله انا ومغربي منه لله. صرفت فيها كام دي؟ ايه؟ صرفت فيها كام؟ لا صرفت كتير، انا كنت رايح اعمل حسابي مثلا ان انا ايه، مغربي قال لي يا عم العربيه متوفره، وقال لي يا عم كده كده الموضوع واحد وبتاع، دخلني في 400-500 جنيه في الاربع خمس ايام. اه والله. وزعلان؟ يا باشا احنا بنبيت في العربيه، عارف يعني بنبيت في العربيه؟ اه. وما بننزلش المصايف دي، احنا الكافيهات عامله كده، حاطه كده بتاع، كان ممنوع ان انت تعدي السور، كنا بنعدي السور وننزل الميه. مع العيال اللي هي اللي بتنط وتجري دي على طول. ايوه. عشان نخش شط حلو نضيف ولا بتاع، قعدنا نعمل تليفونات واتصالات لحد ما مغربي جاب صاحبه. ودخلنا المصيف كله، بس حفظنا كلمتين، انتوا هنا من ملاك؟ اه احنا من ملاك، وده من ملاك، وانا من ملاك بقى، انا من ملاك مره واثنين وثلاثه. عشان ينزلوني. طب فين الكرنيهات بتاعت الملاك؟ لا احنا الكرنيهات بقى سيبناها في السكن. اما قلت كده الواحد جه مغربي واللي معاه اللي ما اتكلمش خالص، قلت من ملاك قول له ما اعرفش، انا ماليش دعوه، اهلا نخش عليه. طب استمتعت فيه عن المصرف بتاع راس البر فايد ولا التاني كان احسن؟ انا على فكره لما كنت بروح جمصه، انا كنت بروح جمصه زمان كتير قوي، وكانت المصرف الرئيسي عندنا، كنا بنتخانق على العيش والحاجات دي. بس لما رحت ما حسيتش ان انا مبسوط زي ايام جمصه. اه لا لا صح فعلا والله، بجد والله، والله العظيم هناك الناس بقى ايه ومش عارف ايه وبتاع وكلام من ده، ولبس كده بقى ايه في العيان خالص. اه وبتاع وبيخمنا بيهنوش الواحد على المصيف، لان انت طول النهار قاعد وانت عينيك رامي عليهم كده، فاهم انت؟ ايه الدنيا مستنيه اما تنزل البحر وبتاع، فيومك بيضيع بقى ايه في الباص على 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 اللبس، على اللبس اللي هو يعني بتشوف الناس بتلبس ايه عشان الواحد يشوف هيلبس ايه زيهم. طب انت ممكن تاخد ابوك وامك وتروح بيهم الساحل؟ ابويا وامي اروح بيهم الساحل؟ بجد والله؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لا الدنيا هناك مش الدنيا هناك، بس تروح ان انت تحجز شانسزلونج، تحجز شانسزلونج كده. ايوه اللي هو اللي بتنام بيه على البحر كده، تحس كده ان الحياه مصطنعه صراحه في الساحل. اروح هناك ما احسش ان انا مبسوط خالص،
كنت احب اروح انا اسكندريه بلبط كده مع العيال. بس عارف ولا اللي بيخبط اللي دول بتعمل كده بتنزل على قفا واحد نازله على وش واحد وقفتها تاني ورا منك اللي يقفش في رجلك. طب انت حلوه كده المهم ما تغرقش ليه كله قفش في رجل بعضه. طب انت دلوقتي الشط لما رحت لما دخلته خلاص وكده قلت ان انت قلت من الملاك؟ انا قلت من الملاك. نزلت الميه؟ ايوه نزلت طبعا. ايه بقى الفرق ايه يعني؟ مش عارف الفرق ان ديت تحس ان هي مزرقه كده ولونها غريب بتاعت الساحل. اه التانيه كانت مديها كده. مفيش بقى اللون البني الجميل بتاعنا. لا مفيش اللون البني الرمادي الرمادي الحلو ده. اه لا مفيش منه خالص. هو انا عشان بس عشان انا بس انا عشان انا انا مش انا هيعرف اني مش انا. طب اطلع انا يا شاشة اطلع فضحتني. سواقة الستات يعني ما يعني هتبقى قلق هتبقى قلق الموضوع ده بس تمام. قبل ما نتكلم عن سواقة الستات يا جماعة خلونا نتفق ان في ستات بتسوق احسن من الرجال وفي ستات ممكن تطلع بالعربية على الحيطة عادي وتخمس في ربع متر عادي جدا جدا. لكن للأسف نوعية سوبر وومن دي اللي بتولع في الأسفلت وتايهة في زحمة الكوارث اليومية اللي بنشوفها من ورا بقية الستات التانية ما لناش علاقة بيها. خلونا نتكلم يعني حضرتك رايح شغلك كده في أمان الله وفجأة الطريق وقف عادي. زمان كان ممكن نقول إن مسؤول معدي أو تشريف. دلوقتي نسبة 150% واحدة ست كانت بتظبط المسكرة معروفة. اه تمام الطريق وقف نبدأ نبص على المساكر اللي حوالينا في ست بتعمل في المسكرة حاجة فراحت كسرة على العربية كده عادي كده كسرة عادي بتظبط في الايلاينر بقى بتعمل في المسكرة مش عارف حاجة كده تمام. تفضل تقريبا موقفة الطريق لحد بوابات اسكندرية وقعدت تتناقش هو مين الغلطان رغم ان الغالب مفيش حاجة حصل بس هو الايلاينر مسك في المسكرة ووقفوا الطريق. اه والله ده اللي حصل. واحد زي حياتي يعني مقضي نص حياته على كوبري اكتوبر والمحور والدائري تقريبا انا حافظ المطبات اللي موجوده فيه مطب مطب. اكتر حاجه مسليه بالنسبه لي هي مراقبه سواقه الستات لانها انواع مش نوع واحد. يعني عندك مثلا النوع الاولاني الست المرايه دي ست وهي سايقه ما تعرفش من المرايات غير انها بتبص فيها على وشها وحواجبها والروج وال5 سنتي كريمات والبلاشرز ومش عارف ايه اللي هي ملغمطه بيهم وشها كده يعني حبت تدخل يمين عادي بتدخل مش مهم على فكره مش مهم عندها خالص بقى مين اللي جاي وراها مين هيلبس في السور مين هيضرب فرامل فجاه بقى مش عنديش دعوه. ايلاينر شايفاه في المرايه ده انا شايفه الايلاينر باخدش يمين عادي ما هو بعدين يعني حضرتك لو مهتم كنت عرفت لوحدك انها هتخش يمين مش محتاجه يعني تديك اشاره هتدخل يمين ليه يعني. في نوع تاني ده ملوش علاقه بالاشارات ودي من ضمن الحاجات اللي انا مش قادر افهمها الحقيقه في سواقه الستات خالص يعني لا بتدي اشاره يمين ولا شمال ولا انتظار ولا اي بتنجان خالص تحس انها بتخبي على الناس هي رايحه فين او احنا كلنا بنراقبها هي بس. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه هو اللي في الشارع ده مش جوزك يعني ده سواق ميكروباص وممكن يتغاب عليكي ويزعلك شنطه العربيه بالجنب كده بالفوانيس خلفي وما ملوش علاقه ده خالص فيعني ما تخبيش علينا صرحينا بمشاعرك وانت سايقه صرحينا بالمكان اللي انت عايزه تروحيه عادي. يعني في نوع من الستات العصبيه ودي نسبه مش قليله يا اما مخنوقه من جوزها يا من عيالها يا من عيالها وجوزها يا من المدارس وجوزها يا من التمارين وجوزها يا من الحياه بشكل عام كده وجوزها برضو يعني في ست بتبقى مخنوقه كده اي احتكاك هتلاقيها على طول بتستحضر فيك روح جوزها وهتعمل عليك احلى شوربه ازواج عادي. فمن قصيرها كده يا معلم لما تلاقيها كده ضربه سبع مقلوبه كده وصلك بحواجبها كده عرفت تنزل عامله كده بصه كده بصه غريبه مش فاهم دي مين تعتذر اعتذر على طول عشان ايه دي لو هربت منها انت هتزعل هتزعل قوي قوي قوي. في نوع بقى من الانواع المألوفه اللي في الشارع في سواقه الستات الحقيقه اسمها سواقه ست البيت. اه دي حضرتك العربيه بالنسبه لها مش وسيله مواصلات دي تحس كده اسلوب حياه عادي بتاكل العيال وهي سايقه تلبسهم وتغير لهم وهي سايقه لو حد بهدل الكرسي يتنظف وهي سايقه عادي جدا بترد على التليفون وهي سايقه ترتب مواعيد المدارس والتمارين بتحط جدول العيال بتنزل تشتري حاجات وترجع اونلاين كده وهي موجوده عادي تبعت لوكيشن كل حاجه ممكن تتغدى وهي سايقه عادي تعزم اصحابها تشوف عمتها فين يعني بتعمل كل حاجه دي الحقيقه ربنا يكون في عونها وعون اللي ينزل مشوار ويقابلها في الطريق مش عارف دي هتعمل معاها ايه يعني هتتصرف معاها ست في الاخر ست
يعني هنعملها ايه؟ في نوع غريب جدا الحقيقه، ده بيثبت السرعه على 60 70 بالكتير، دي لئيمه. اه والله دي لئيمه، ما تزودش. ده كنوع من الامان كده عشان ما يحصلش اي حوادث. المشكله ان النوع ده ملوش اي علاقه بالمطبات خالص. 60 70 مطب، خد المطب وتشقلبي بوزها في الدركسيون وترجع تردد ردد خلايا ماشيه كده. اللي بيبقى قاعد جنبها غالبا بيحس انه في قطر الموت في الملاهي، ثانيه واحده ويلبس في السقف على طول ماشي دماغه ورايحه جايه، خصوصا لو ما تعرفهاش تبقى مكسوف كده وانت قاعد مثلا بتوصلك ولا حاجه مش فاهم. طب هقول لها ايه؟ هقول لها ايه يعني؟ مطب كده يلاقي نفسه لا مؤاخذه على الفتيس، فهمش وقعد ازاي، وصل في المنطقه دي ازاي، مش عارف. دي غالبا كده ماسكه الدركسيون بتتعامل معاها لانه مخرطه ملوخيه، هي دماغها في البيت عايزه تلحق، بتقول رايحه جايه مفيش يمين، دي حتى ما تاخدهاش عادي ماشيه زي ما هي. بس الحقيقه سواقه الستات بتنفع جدا جدا الصناعيه في مصر. اه والله، ايش سمكري على ميكانيكي على كهربائي على بتاع قطع غيار على بتوع الاستيراد وظبط الزوايا والدوكو، ده غير طبعا الاخت اللي بتبوظ في الشوارع والعمدان اللي بتكسرها وبتدفع ثمنها. اه والله، فسواقه الستات دي لما نبص للجانب الايجابي هنلاقيها فاتحه بيوت كتير قوي. وحضرتك مستنيه حد؟ اه مستنيه مدام ميرفت، مش ده المكتب بتاعها؟ اه هو المكتب بتاعها، هي بس بتركن وطلع. طيب انا دلوقتي عندي مشاوير كتير قوي وعايزه اخلص الورق ده ضروري جدا. عندك مشاوير كتير؟ اه. واحنا بقى اللي صيع. انا مستنياها بقالي 3 ساعات. طيب انا قلت لحضرتك هي بتركن وطلع، وهي بقى متعودة انها تتأخر كده دايما؟ مدام ميرفت ما بتتأخرش ولا يوم، ولا يوم ممكن تتأخر فيه، ولا عمرها ممكن تتأخر. يا سلام، امال ازاي بقى بقالها 3 ساعات مش قاعدة على مكتبها؟ ما انا قلتلك بتركن. طيب معلش، ممكن حضرتك تقول لي هي هتخلص ركن امتى؟ يعني ساعة، ساعة وربع كده. هي متعودة ان هي تتأخر يعني كده على طول؟ يعني بتاخد الساعة ونص دول كلهم يعني بتركن؟ اه هي بتركن في الساعة ونص عادي يعني. ليه حضرتك هي راكبة تريلا؟ لا تمناية صغيرة كده بس بتركن بيها ساعة ونص. طيب بقول لحضرتك معلش، ممكن تخلص لي الورقتين دول؟ قولي لي طب ايه المشكلة؟ إيه انا عايزة اختم اختبار السواقة بتاعي. وريني كده عشان انا هسوق. اختبار السواقة بتاعك. الله، ايه ده؟ ايه هو انت بتركني في 30 ثانية؟ وهو حضرتك بقى فاكر ان كل ستات مصر زي مدام ميرفت؟ لا بس في ست بتركن في 30 ثانية، تركن 30 ثانية ازاي؟ طب احكي لي كده بتركني ازاي؟ انا يعني ببقى ماشية كده سايقة فبلاقي مثلا محل عجبني فبركن وانزل. اه ايوه، بتحضني ازاي يعني؟ ايه بحضن؟ دي حضرتك احترم نفسك. لا انا مش قصدي يعني، انت لما بتلاقي ركنه تروحي ركنه ومحضنه ومعشقه. لا لا لا، حضرتك اسلوب كلامك مش عاجبني خالص، انا انسانه محترمه ما ينفعش. ستي مش القصد، انا حضرتك انا بدوس على الفرامل بقف بنزل على طول. لا والله. اه في وسط الشارع كده؟ ايوه، علشان انا مثلا بيبقى عجبني محل بنزل اشتري حاجه، بعد كده بيعجبني محل تاني فبنزل مثلا اعمل حاجه، بعد كده بجوع مثلا فادخل اكل وارجع تاني يعني كده. اه عشان كده بتركني في 30 ثانيه. اه طبعا انت معقوله كل لما تيجي تركني هتحضني وتركني في الطريق؟ ما ينفعش يعني، صح؟ ايوه اصل انا كده كده نازله يعني، انا كده يعني نازله تاني راجعه تاني حضرتك، فانا ايه اللي يخليني اركن بقى على جنب قوي وانا كده كده نازله؟ هو يعني ده الفكر التقدمي، اقسم بالله. برافو يا هانم، يعني ده فكر تقدمي. وانا واحنا بنتاخر ليه؟ طب حضرتك بتدي اشاره قبل ما تحودي ولا عادي؟ حضرتك فاكرني ان انا ممكن اكسر شمال مثلا كده على الناس على طول؟ اكيد هزمر. بس هو في حاجه تانية بتتعمل غير ان انا هزمر؟ لا لا ما تشغليش بالك، هو في شويه لومه دست صفرا وحمرا كده
في جناب العربيات، قال يعني بيستخدموهم وبتاع، ما لهمش أيوة لازمه. ايوه انا باخد بالي من موضوع اللومه دي، بتقعد تنور كده، بس انا بحسها بايظه. طب يا ست الكل، شرفت ونورت عن اذنك. ايه ده حضرتك رايح فين؟ ثانيه واحده، حضرتك قلت ان انت هتساعدني. لا ما انا الحقيقه كده بساعدك وبساعد غيرك في نفس الوقت، صدقيني. اه والله يعني اللي حضرتك بتقوليه ده رزق السواقين، مش عايزين نقطع بيهم. حضرتك خليك زي ما انت، بلا رخصه بلا وجع قلب. ها هو حضرتك شغال ايه اصلا؟ حضرتك مش شايفه يعني نظاره وشنب وحمام؟ ده انا مكلف يعني، مش باين. ظابط يعني؟ لا اخويا هو اللي ظابط، بس انا يعني باخد لبس واجب الشغل. على فكره بقى انا هستنى مدام ميرفت. قولي ليه؟ علشان خاطر مدام ميرفت اصلا ما بتعملش اي حاجه غلط، بتقعد 3 ساعات بتتعب علشان خاطر تركن، عشان ما تعملش اي حاجه خالص غلط، فانا هستنى مدام ميرفت. سمعتي حاجه؟ ها؟ سمعتي حاجه؟ ايه ده؟ الو، ايوه يا ابني، عربيت انا مدام ميرفت. ده انا راكن في الصحراء. واحنا صغيرين كانت امنا تقول لنا اعملوا الخير وارموا البحر. الجملة بسيطة جدا جدا، بس كانت بتعلمنا حاجة مهمة قوي، انك ما تترددش لحظة واحدة انك تعمل الخير مع اي حد وفي اي مكان. بس اللي امنا ما قالته لناش، والزمن هو اللي علمه لنا، ان الخير ما بيضيعش الخير، بيرجع تاني وبزيادة. ممكن احكي لكم مليون حكاية كلهم عن فكرة السلف والدين اللي احنا عايشين فيه، وان اي حاجة بتعملها هتترد، ولو عملت خير تأكد انه هيرجع لك حتى لو في المواصلات. لو وقفت الراجل كبير مثلا، اتأكد انك لما تكبر هتلاقي اللي يقف ويقعدك مكانه. لو ماشي في شارع زحمة ومشيت بجنبك كده عشان ما تخبطش في واحدة ستة او بنت، واخد بالك انت عشان ما تضايقهاش مش تعكسها، اقسم بالله ان اختك او بنتك او حتى والدتك هتقابل شاب محترم زيك كده بالظبط، ويحميها ويحافظ عليها. لما تلاقي عامل نظافة في الشارع شغال في عز الحر وتديله ازازة مية ساعة، في لحظة هتكون محتاج شوية مية وربنا هبعتهم لك. لما تلاقي ست بتبيع شوية خضار ما تقعدش تفاصل معاها. الجنيه أو الاتنين اللي انت بتقعد تتكلم فيهم دول ملهمش لازمة خالص، لأنك جايز الجنيه ده أو الاتنين دول هما مكسبها. اشتري منها واجبر بخاطرها عشان ربنا يجبر بخاطرك. اعتبرهم تبس يا سيدي لما بتقعد مع واحدة كده وتعزمها، فبتبقى مكسوف قوي فبتسيب شوية تبس حلوين. مفيش فلوس بتقل لما بنخرجها لله، بالعكس ربك بيبارك في الباقي. وخلي بالك الرزق مش في كتر الفلوس، الرزق في البركة اللي بنصرف بيها الفلوس دي، وزي ما بتراضي ربنا هيرضيك. وتخيل بقى لما ربنا هو اللي يرضيك. وخليك فاكر ان الخير دايرة انت بتدخل نفسك فيها، وحيجي الوقت اللي يترد لك. كل المطلوب منك انك توسع الدايرة بتاعتك عشان الخير اللي هيترد لك يبقى كتير. Para.